السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حكايات المصر القديم وبراعته في الطب والفنون، والنهاردة هنتكلم عن براعة المصري القديم في اكتشاف مرض السرطان، سرطان الصدر عند النساء. العالم كله بيشهد بتفوق الطب المصري منذ آلاف السنين، فالعالم المصري القديم كان عنده خبرة ودراية بمرض السرطان. يلا نعرف أصل الحكاية والزبدة زي ما بيقول أهل الخليج، يعني الخلاصة. خلاصة الموضوع تلاقيها عند طبيبين من أطباء العالم المشهورين، عند الطبيب الهندي الأمريكي هارتا موركيجي، والطبيب المصري حسين خالد أستاذ الأورام، أستاذ قسم الأورام في جامعة القاهرة. يا ترى إيه خلاصة الكلام اللي قالوه؟ أولاً، أول من شخص مرض السرطان هو الطبيب الفرعوني أمحوتب، وده كان طبيب وفلكي وكان معماري أيضا، مهندس وطبيب وفلكي ما شاء الله. ونجد هناك أخطوطة، هناك مخطوطة بردية فرعونية بترجع ل 2500 سنة، يعني 4500 سنة، تعلن الظهور الأول للسرطان، لمرض السرطان، اكتشافات جديدة. المصريون القدماء، المصريون القدماء عرفوا مرض السرطان عند النساء وقالوا ان هو تورم. ونجد ان الدكتور حسين خالد استاذ الاورام جامعة القاهرة بيقول لنا ان المصري القديم والطبيب المصري والجراح المصري قدر يفرق بين ورم حميد ورم خبيث، والطب المصري كان عنده كافة الادوات الجراحية لعمل الجراحات، وكان بيقوم بعمليات جراحية لعلاج السرطان عن طريق عملية الكي. ونجد جريدة أهرام بتقول لنا إن البعثة الإسبانية للآثار المشتركة مع وزارة الآثار المصرية في منطقة أسوان اكتشفوا جثة لسيدة. هذه السيدة عاشت من حوالي 5000 سنة، وكان عندها مرض السرطان، سرطان الصدر، وقامت بعملية جراحية. والسيدة دي عاشت في زمن الدولة الفرعونية الوسطى. بكده عرفنا حكاية اكتشافات المصريين القدماء ومعرفتهم بالسرطان قبل العالم، من زمن بعيد. المصري قديم متطور عن اللي حواليه، وعرفنا الكلام ده من المتخصصين، مش من أي حد، مش من قعدة القهاوي ولا قعدة البحر، لا، عرفناه من خلال الطبيب الهندي الأمريكي هارتا موكيرجي اللي عنده كتاب قيم اسمه مرض السرطان امبراطور المآسي. الكتاب تم انتاجه واصداره سنة 2010. وعرفنا من الدكتور حسين خالد استاذ الاورام في جامعة القاهرة معلومات مهمة عن اكتشافات المصري القديم في مجال الطب، وبالتحديد مرض السرطان، بالتحديد سرطان الصدر عند النساء. المصري القديم حضارته من آلاف السنين وسبق زمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.